تهديدها باللجوء إلى الاتحاد الإفريقي احتجاجا على استقرار قنصليات إفريقية في الصحراء المغربية، فإن جارة الجزائر وابنتها البوليساريو ومعها جنوب إفريقيا فشلتا في ثني دول القارة السمراء عن افتتاح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث افتتحت جمهورية بوروندي الجمعة 28 من فبراير 2020 بالعيون قنصلية عامة لها، لتصبح سادس تمثيلية دبلوماسية بعاصمة الصحراء المغربية في أقل من 3 أشهر. وترأس حفل افتتاح هذه القنصلية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره البوروندي السيد إيزكيال نيبيجيرا. يشار إلى أن مدينة العيون عرفت منذ متم العام الفارط دينامية دبلوماسية مشهودة من خلال تدشين قنصلية لجمهورية جزر القمر المتحدة في دوجنبر، وقنصلية جمهوريات الغابون وساو تومي وبرينيسب وإفريقيا الوسطى في يناير الماضي. ونجح المغرب إلى حدود اليوم في إقناع 6 دول إفريقية بافتتاح قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، آخرها قنصلية جمهورية الكوت ديفوار في العيون قبل أيام. وفي خبر آخر، أكدت سفيرة جمهورية الدومينيكان بالمغرب غريسيا فيوردا ليسيا بيتشاردو أمس الخميس بالرباط أن بلادها لا تعترف بدويلة الوهمية البوليساريو المدعومة بحكام الجزائر. وقالت السفيرة أيضا أن بلادها تدعم المغرب بخصوص وحدته الترابية على مستوى مجموعة عمل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تجتمع كل عام في جنيف. وأوضحت ليسيا بيتشاردو في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 176 لاستقلال بلادها إن العلاقات بين البلدين قوية، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضا من خلال مبادرات ومقترحات مغربية في المنتديات المتعددة الأطراف التي نشارك فيها، من قبيل دعمنا للإعلان المتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية المقدم في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو الدعم المتبادل في مقترحات الترشيح لمختلف المناصب بالمنظمات الدولية. استقبل وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي في مقر الوزارة برام الله سفير المملكة المغربية محمد الحمزاوي، حيث وضع الوزير المالكي السفير المغربي في صورة التطورات الأخيرة في ضوء إعلان صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية وما آلت إليه الأمور منذ بيان وزراء خارجية الدول العربية الرافض للصفقة أو التعاطي معها. وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس السبت برام الله على الدعم الفلسطيني الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود المغرب في هذا الشأن وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة. وشدد المالكي خلال مباحثات أجراها مع السفير رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله محمد الحمزاوي على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، مع التأكيد على وحدة وسلامة كل الدول العربية وأراضيها. وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني بعمق العلاقات الثنائية القائمة بين المغرب وفلسطين، وبالدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في حماية القدس والمقدسات من خلال ترأس جلالة الملك محمد السادس للجنة القدس، كما عبر عن شكره للمملكة المغربية على موقفها الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها. وفي خبر آخر، أقحم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المغرب في مسألة تراجع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، حيث قال تبون في حوار له مع جريدة لو فيغارو الفرنسية نشر قبل أيام، معرضا حديثه عن علاقات بلاده مع فرنسا وبالتحديد عن حقبة الاستعمار التي ما تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، قال إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يبذل جهودا لإعادة فتح أرشيف الذاكرة الاستعمارية مع الجزائر، وأن هناك تواصل مشترك بينهما بهذا الخصوص.
وصرح عبد المجيد تبون بأن ماكرون يريد فعلا حل هذه القضية الحساسة، مرة يتم فهمه، ومرة أخرى يتعرض لهجمات حادة من بعض جماعات الضغط القوية جدا، موجها أصابع الاتهام بشكل خاص إلى من أسماه باللوبي المغربي بفرنسا، الذي يعمل، بحسبه، على ضرب علاقات البلدين والسعي للتدخل فيما تقوم به الجزائر. تبون الذي يعاني من السكيزوفرينيا والذي لا يريد التدخل في شؤون الجزائر الداخلية وفي نفس الوقت يتدخل في شؤون الجارة المغرب ويستدعي سفير الجزائر في الكوت ديفوار بسبب فتحها قنصلية في مدينة العيون لإرضاء عصابة البوليساريو، أليس هذا تدخل في شؤون المغرب الداخلية وكذب على المجتمع الدولي أن الجزائر ليست طرفا في مشكلة الصحراء المغربية؟ فبعد تحول المغرب إلى أول منتج للسيارات في إفريقيا و24 على المستوى العالمي، يبدو أن داء الحسد أصاب الرئيس الجزائري الذي عبر عن غضبه من تواجد مصانع السيارات الفرنسية الكبيرة في المغرب، قائلاً: إن مصنع رونو المتواجد في الجزائر ليس مثل المصنع المتواجد في المغرب. واتهم تبون، في حوار مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية، لوبي مغربي فرنسي قال إنه يقوم عرقلة تطور العلاقات بين الجزائر وباريس والحد من كل المبادرات خدمة لمصالح الرباط. بعد خسارة الجزائر السطو على المحيط الأطلسي بواسطة ابنتها البوليساريو، صفعة قوية يتلقاها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد أن عبرت وزيرة الخارجية الإسبانية عن رفضها للخارطة التي وضعتها الجزائر بخصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة ZEE، وذلك في وقت غير بعيد عن بروز خلاف جزائري إيطالي بسبب الحدود البحرية المقابلة لجزيرة سردينيا. وكانت روما قد اتهمت الجزائر بأنها تمارس توسعاً بحرياً على حسابها، غير أن الصفعة الجديدة التي تلقتها الجزائر من إسبانيا أدت إلى بروز بوادر مواجهة بين الجزائر ومدريد بسبب الحدود البحرية بين البلدين. ودخلت إسبانيا في خلاف مع الجزائر بسبب الحدود البحرية التي أقرتها الجزائر بطريقة أحادية الجانب لما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ZEE، بحسب ما أعلنت وزيرة خارجية مدريد. وأعلنت الوزيرة الإسبانية عن أنها ستزور الجزائر دون أن تحدد موعد الزيارة، في حين قالت إن الجزائر مددت بطريقة أحادية الجانب لحدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أبريل 2018، وستكون هذه الزيارة الأولى للوزيرة الإسبانية إلى الجزائر التي تزود مدريد بنصف حاجاتها من الغاز الطبيعي. وتعد مسألة الحدود البحرية نقطة خلاف إسبانية مع المملكة المغربية أيضا، التي زارتها غونزاليز لايا في شهر يناير المنصرم. وكشفت مسؤولة الدبلوماسية الإسبانية عن أن مدريد عبرت عن معارضتها لما أقدمت عليه الجزائر بغية دفعها إلى مفاوضات مثلما تنص عليه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحدود. وفي الوقت الذي تبخر فيه حلم المحيط الأطلسي، اتجهت الجزائر إلى البحر الأبيض المتوسط، فضمت مياه جزيرة سردينيا الإيطالية ومياه جزر باليرس الإسبانية. En Baleares, al descubrir que Argelia se ha adjudicado de forma unilateral aguas de una de sus islas. Es esta que ven, la isla de Cabrera. De hecho, está a unos 260 kilómetros de la costa argelina, pero eso no les ha impedido invadir parte de su territorio. De hecho, Argelia amplió su espacio marítimo en el 2018, pero ha sido ahora cuando el gobierno balear lo ha detectado. أشعل حفل افتتاح القنصلية العامة للكوت ديفوار أمس الثلاثاء بالعيون، عاصمة الصحراء المغربية، لهيب السعار والحقد لدى حاكم الجارة الشرقية. وسارعت وزارة خارجية تبون المعين من طرف الجيش إلى تجاوز حدود اللباقة لنشر بيان يمارس الوصاية على دولة ذات سيادة بحجم الكوت ديفوار. وكشف بيان الخارجية الجزائرية تورط النظام الجزائري المباشر في عرقلة التسويق
التسوية السلمية لقضية الصحراء ليتبين أنها طرف أساسي بل هي الطرف الرئيس الوحيد في هذه القضية. وانتقد بيان الخارجية الجزائرية قرار الكوديفوار بفتح قنصلية عامة لها بالعيون، معتبرة القرار بكونه إخلالا بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وتحاول الجزائر التي فقدت كل وزنها الإفريقي بعد انهيار أسعار النفط وتراجع ريع شراء الذمم بالقارة السمراء ممارسة الوصاية على الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بانتقاد قراراتها السيادية، في الوقت الذي لا تزال الأوضاع الداخلية بالجارة الشرقية على صفح ساخن بسبب تفشي الفقر والبطالة وتدهور الخدمات.